كان خوتي كيتبعثوا الخوت عرفتوا فين ماشي دابا او ما نقول لكمش دينا كلشي كيحلم يمشي بها هي كتكتب سميتها من جوجل كيطلع لك ناطحه السحاب من التليفون دينا واه واه ما نقول لكمش دابا فين لا تمكن لك انايا مكتوبه في العنوان ها انتما الشنطه واجده يلا غادي نمشي نهبط لاكا دابا حيت عندي التران مع 6 اللعب وهذه راه ديجا الخمسه ما بقاليش الوقت 45 دقيقه مصاب يتقدم بحال نقبض الطاكسي ونهبط شو ديك البوكس اللي ورايا هو انا نكون صريح يلا نتلاقاو في لاكا خوتي انا وصلت المحطه دابا 10 دقائق خصني نكون في التران اصدقاء دابا وصلت للمحطه ديال كازا فواياجور دابا واحد القسم دابا انا غادي نطلع المطار تسناوني في المطار وصلت لدبي بالله كنضحك دابا انا وصلت للمطار ديال محمد الخامس دابا هادي 11 ونص ديال الليل الطياره عندي مع 9 ديال الصباح وانا خصني ندير تشيكين مع 7 ديال الصباح في المطار خاوي هاد الوباء قضى على الاقتصاد بالعالم ها انتم تشوفوا المطار فين هي الايام ديال 2016 و2017 و2018 ما تلقاش بلاصه فين تجلس والو وتعيا ما الضهر دابا نمشي نقلب على شي كوان باش نغمض عينيا واحد الساعتين المكانه من بعد ندير شويه المونتاج على ما توصل ديك 6 ولا 7 د الصباح ان شاء الله نجيب عندك موضوع الشاكي عاد حليت عيني هادي واحد 5 دقايق شوفوا عينيا كي دايرين الخوت شتو مازال فيا النعاس هادي الصباح ديال الصباح الخوت غادي نمشي نطلع ندفع الباكاج دابا دابا طلعنا الطيارة حنا طلعنا لكازا غنمشيو حتى لبنامة ونديرو ترانزيت هنايا المسافة هي 4749 كيلو بعد المنامة غادي نطلعو دبي هذا الحمام ديال الطيارة عزكم الله هذا لابابو هادي الكلسون شوفو هاد البلان كتباك على هادي الجاجة كتغلق كتباك على هادي الجاجة كتفتح شتو كيفاش ولا الجو بحال مغيب دابا غادي نفتحوها عاوتاني وصلنا لدبي دابا غادي نهبط نجيب الشنطة ونخرج بالطاكسي ها هي الشنطة ديالي يا خوتي وصلت الحمد لله على السلامة ها هي كيفا يلا زيد خوتي شوفوا المطار ديال دبي شحال عامر هادي راه 11 ونص بالليل هنايا شوف شحال عامر هذا هو اشهر سوق كاين في المطارات ديال دبي ديوتي فري دابا عاد سالت الاجراءات القانونيه باش ندخل البلاد وزود الجاكيطه حيت الجو هنايا سخون والناس كلها مصيفه والكمامه الزاميه لو لا زولتي الكمامه هنا عندك مخالفه ديال 20000 ريال لا يخلينا بالكمامه احسن ما فينا ما ندفع فلوس غنمشي نخرج نضرب باش نطلع على برا ومن بعد نمشي نقبض شي تاكسي هاد الكمامه قتلاتني هادي هي الخرجه ديال الباب هذا هو المطار ديال دبي وتعلق من على برا هانتوما خوتي واحد الرويز رويز كيتسناني شفتوها بدينا من دابا ودابا غادي نمشي نقلب على شي تاكسي مشيت نطلب التاكسي وهنا لقى عليه واحد الصف طويل هنا الخوت التاكسيات غاليين شي شويه الكونتور كيفتح ب 20 درهم اماراتيه وزيد عليها واحد 20 درهم باش يوصلني فين بغيت جاتني غاليه بزاف وانا جيني واحد البلان غنخرج من المطار وغادي نمشي نقطع الشنطه للجهه الثانيه وناخذ التاكسي من تماك الكونتور كيفتح ب 5 دراهم شفت دابا المطار فين بقى الخوت هذاك اللي تماك هو المطار هذا كل المطار هنا كاين باركينغ فيها الطاكسي هذه كتفتح ب 5 دراهم اماراتيه يعني تقريبا شي 15 درهم مغربيه ماشي بحال الداخل خصك توقف في الصف طويل وتقبل الطاكسي والكونتور كيفتح الداخل تماك ب 20 درهم دابا هنا التوقيت ديال دبي 3 ونص ديال الليل يعني تقريبا 12 ونص ديال المغرب 3 السوايع مشات لي من حياتي هباء من البوته هذا اللي فوقي هو الموبيل اللي ساكن فيه وهنا القضيه زاهيه زاهيه بالمزيان والجو
والجو حتى هو زوين، ما بارد ما سخون. سبحان الله كان في المطار كنت كنحس بحال كاين العام. ملي خرجت من المطار وصلت لهنايا الجو زوين، ما بارد ما سخون. انا كي وصلت حطيت الباكاج ديالي كتقرا وقلت نخرج نشم شي شويه ديال الهواء، واخا عيان ومسخسخ بغيت نكمل الفلوق دابا، نمشي نشم شي شويه ديال الهواء ونعاود لكم علاش نوقع. دابا عاد لقيت واحد البليصه فيها الضو شي شويه، جينا نجلسوا فيها، هي هادي نكملوا الحديث. وانما خليني نوريكم واحد المنظر هنايا، شوف هاد البلاصه تقريبا الخوت كتبقى بها 20 ساعه، السوبر ماشيات المطاعم اي حاجه بغيتيها تقلب عليها تلقاها هنا. المهم هادشي غادي نذكروا فيه في الفيديو الجاي ان شاء الله. كاين هنا شي شويه ديال الصداع نتاع الطوموبيلات عذروني عليه. هاد المسافره هادي كانت اكفس مسافره عندي في حياتي. علاش؟ وصلت للمطار مع 12 ديال الليل، لقيت تماك حتى 6 الصباح. ملي مشيت ندفع الباكاج انا كان عندي التيكيت الالي مع طيران والروتور مع طيران. الالي كان عندي مع طيران الخليج والروتور كان عندي مع طيران الامارات. منين وصلت قالوا لي ما يمكنش، قالوا لي خصك يكون عندك نفس طيران، ما غاديش يخليوني نسافر. وخدمت تليفونات وعيط وريزيرفي ودفع فلوس كيلا والله حتى مشكله الخوت. المهم الحمد لله فكينا المشكل ودخلنا في مشكل واحد اخر ديال هو الوزن الزائد 13 كيلو زايده. فيلم هندي وقع ليا في المطار والله حتى فيلم هندي وما عتقونيش. المهم الحمد لله وصلنا على خير وبخير، وان شاء الله غادي نساليكم دبي بالمزيان. اللي بغى يعرف شي حاجه ما عليه يكتبها في صندوق الوصف. المهم دابا سالينا القهوه ديالنا وسالينا ليستوار وقلت لكم شنو كاين، ودابا غادي نرجع بحالاتي باش نبدل وناخذ شي دوش ونرتاح شويه. دابا انا وصلت للموبل، هذيك هي الباب شتو، غادي نطلع نتكا شي شويه وننعس. يس نو 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 كاميرا اوبوزيت اوف مي. لا لا خليها هي روح لها اوكي ثانك يو. هادو ناشطين مع راسهم واحد الجوج باغي يطلق عليا ديك الدخله ديال العساوه، قلت له سير توكل على الله. المهم خوتي ما تنساوش اللايك والاشتراك ونشوفكم في الفلوق الجاي على القريب ان شاء الله. تصبحوا على خير. اشتركوا في القناة والاشتراك